أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس طلاب في درس طلاب الصف التاسع مادة التربية الوطنية، وهو بعنوان جامعة الدول العربية. سنتناول في هذا الدرس موضوع جامعة الدول العربية وأسباب التي أدت إلى قيام جامعة الدول العربية، ومن ثم نستعرض أهم المبادئ التي قامت عليها الجامعة العربية وأهداف التي سعت وتسعى إلى تحقيقها جامعة الدول العربية، إضافة إلى استعراض بعض الأجهزة السياسية التي تتكون منها الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة التي تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية أو بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وكذلك نستعرض معكم المهام التي نجحت في إنجازها الجامعة، وكذلك المهام التي لم تستطع التحقيق نجاحات فيها. وسنستعرض كذلك معكم اتفاقية الوحدة الاقتصادية أو ما يسمى بالسوق العربية المشتركة. في أربعينيات القرن الماضي وفي غمرة النضال العربي للتحرر من أشكال من التحرر من الاحتلال وكافة أشكال الاستعمار، ورغبة من الدول العربية في تحقيق وحدة عربية، تداعت بعض الدول العربية إلى ضرورة إيجاد تكتل عربي تستطيع من خلاله الدول العربية التحرر من الاستعمار وتحقيق تحقيق الوحدة العربية. وبالفعل تم عقد عدة لقاءات وعدة مشاورات بين دول عربية عدة لتشكيل تكتل يمكن من خلاله أن تجتمع فيه الدول العربية ويكون نواة لتحقيق الوحدة العربية. وعقدت عدة لقاءات امتدت الفترة تقريبا شي حوالي 3 سنوات، من عام 1942 لعام 1945 عقدت عدة لقاءات بين ممثلي الدول العربية، وتوجت بتوقيع الدول العربية على ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية، وكان ذلك في 22 آذار عام 1945. والهدف من الإنشاء هو مساعدة الدول العربية على التحرر والاستقلال وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي. طبعا هناك عدة دول ساهمت وكان لها الدور الكبير في تأسيس جامعة الدول العربية، وهي الدول التي وقعت على الميثاق وعددها 7 دول، وهي سوريا ولبنان ومصر والسعودية والأردن والعراق واليمن. إذن الدول العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية هي 7 دول، أعيد تذكير بها، هي سوريا ولبنان ومصر والسعودية والأردن والعراق واليمن. بعد ذلك انتسب إلى جامعة الدول العربية كل دولة عربية تحررت من الاستعمار، وبدأت بالانتساب للجامعة الدول العربية حتى بلغ حاليا عدد أعضاء المنتسبين لجامعة الدول العربية 22 بلد عربي. نص ميثاق جامعة الدول العربية على جملة من المبادئ والأهداف التي تسعى جامعة الدول العربية إلى تحقيقها. من أهم المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية هو مبدأ المساواة، والمقصود هنا المساواة القانونية، أي أن لكل دولة عربية مستقلة مقعد في جامعة الدول العربية، وأيضا لها صوت واحد عندما يكون هناك في تصويت اتخاذ قرار معين. المبدأ الثاني الذي قامت عليه جامعة الدول العربية هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الدول الأعضاء، والمقصود بها أن لكل دولة عربية مستقلة لها سيادتها واستقلالها التام، وبالتالي أي حدث أو أي شأن أو أي مسألة تحدث في داخل تلك الدول، بقية الدول العربية لا تتدخل إلا إذا كان هناك رغبة صادقة
في إيجاد حل لتلك المشكلة وبالتعاون مع السلطة القائمة في تلك الدولة. المبدأ الثالث الذي قامت عليه جامعة الدول العربية هو المساعدة المتبادلة، أي أن يكون هنا أن تقدم الدول العربية المساعدة والعون لبقية الدول التي تحتاج، سواء كان ذلك عند تعرضها لأي اعتداء خارجي أو إذا تعرضت لا سمح الله للكوارث، فيضانات، زلازل، براكين، فهناك تهب الدول العربية لمساعدة بعضها البعض. المبدأ الرابع الذي قامت عليه جامعة الدول العربية وهو فض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، وكما هو معروف هناك العديد من الخلافات بين الدول العربية للأسف الشديد، ولكن جامعة الدول العربية تسعى من خلال مؤسساتها المختلفة إلى إيجاد حل وتقريب وجهات النظر بين تلك الدول وإيجاد حل وفض تلك النزاعات بالطرق السلمية. والطرق السلمية متعددة، تبدأ من المساعي الحميدة أو الوساطة والتوفيق والتحقيق وإضافة إلى التسوية القضائية. هذا بالنسبة لمبادئ جامعة الدول العربية. أما الأهداف التي سعت إلى تحقيقها جامعة الدول العربية فهي صيانة استقلال وسيادة الدول العربية المستقلة. كما هو معروف أن الدول العربية التي وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية في بعضها كان قد نال استقلاله حقا، وهدف الجامعة هو الحفاظ على ذلك الاستقلال. 2- مساندة الدول العربية غير المستقلة لإنجاز استقلالها السياسي، أي تقديم كل أشكال الدعم سواء العسكري سواء المادي أو المعنوي للدول التي كانت ترزخ، ما زالت ترزخ تحت الاستعمار، لأنه كما ذكرنا أن جامعة الدول العربية أسست عام 1945، وفي تلك المرحلة كانت العديد من الدول العربية ما تزال تحت الاحتلال وتناضل من أجل الحصول على استقلالها وسيادتها. الهدف الثالث الذي سعت جامعة الدول العربية لتحقيقه هو توثيق الصلات والتعاون بين الدول العربية، وهذا التعاون يكون في المجالات الكافة، المجالات الاقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وكافة المجالات، إضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية لحفظ الأمن والسلام الدوليين. تجدر إشارة هنا أن منظمة جامعة الدول العربية تقريبا تزامن قيامها مع قيام منظمة الأمم المتحدة، والهدف الأساسي لقيام منظمة الأمم المتحدة هو كان حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإعطاء المنظمات الإقليمية التي تعتبر جامعة الدول العربية جزءا منها دور أساسي في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي الإقليمي، يعني لتخفيف العبء عن منظمة الأمم المتحدة. هذا بالنسبة لأهم المبادئ والأهداف التي سعت الجامعة العربية إلى تحقيقها. لو عدنا قليلا إلى الوراء ولنلقي نظرة تقييمية يعني لدور الجامعة الدول العربية في إنجاز المهام الموكلة إليها، نجد أن الجامعة العربية استطاعت في بعض الأحيان تحقيق إنجازات مهمة، منها أنها أدت دور فاعل في مساندة بعض الدول العربية على إنجاز استقلالها السياسي، ولا سيما في الجزائر واليمن، إذ قدمت الدول العربية مساعدة كبيرة جدا سواء كانت عسكرية أو مادية لتلك الدول للحصول على استقلالها. كذلك نجحت جامعة الدول العربية في حل بعض الخلافات العربية، وخاصة الخلاف، نذكر هنا الخلاف الذي حدث بين اليمن والسعودية على منطقة عسير، وقد استطاعت جامعة الدول العربية إيجاد حل لتلك المسألة والتوفيق وإعادة العلاقات كما هي بين البلدين. على الرغم أن جامعة الدول العربية حققت بعض النجاحات، إلا أنها أخفقت في تحقيق المهام الموكلة إليها، ولا سيما أنها عجزت عن إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية. كما هو معروف أن الكيان الصهيوني الذي
أقيم على أرض فلسطين العربية عام 1948 ومارس كل أشكال الإرهاب بحق الشعب العربي الفلسطيني من تهجير وطرد واحتلال الأراضي، إلا أن جامعة الدول العربية لم تستطع إلى هذه اللحظة مساعدة الفلسطينيين لاستعادة أراضيهم واستعادة حقوقهم المشروعة وحقهم في العودة إلى أرض فلسطين. كذلك عجزت جامعة الدول العربية عن إقامة تكامل أو تنسيق اقتصادي فعال يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقة لدولها. على الرغم أن جامعة الدول العربية أو الدول العربية وقعت على اتفاقية اقتصادية مبكرة وهي اتفاقية السوق العربية المشتركة، وكان ذلك عام 1957، وهي لتحقيق تكامل بين الدول العربية وتحقيق تنسيق اقتصادي بهدف تنمية وتطوير الدول العربية. إذا كما ذكرت قبل قليل أن الدول العربية وقعت عام 1957 اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، والتي نصت على جملة من المواد. المادة الأولى هي حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، والمقصود بها هي حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية، أي أن التنقل الأشخاص بين الدول العربية دون الحاجة إلى الحصول على فيزا أو الحصول على تأشيرة مرور. كذلك حرية انتقال رؤوس الأموال المقصود بها هي إقامة الاستثمارات العربية في داخل الدول العربية وتقديم التسهيلات لها، لا سيما في إذا كانت ترغب في إقامة مشروعات كبيرة يمكن أن تسهم في تنمية هذا البلد وتطويره ورفع مستوى المعيشة فيه وتأمين فرص عمل. نصت البند الثاني الذي نصت عليه اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية هي حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، والمقصود بها هنا أن انتقال البضائع بين الدول العربية يكون سهل وبدون الحاجة إلى أو إلغاء الرسوم الجمركية أو إقامة مناطق حرة أو اتحاد جمركي عربي يسمح بالتبادل البضائع والمنتجات الوطنية وتبادل المنتجات بين الدول العربية. كذلك نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية على حرية التبادل والإقامة والعمل والنقل والترانزيت، والمقصود بالترانزيت هو النقل البضائع، يعني شحن البضائع. كذلك نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية على حقوق التملك والإرث مصانع، أي أن يحق لأي عربي التملك أو الحصول على العقارات في الدول الأخرى، سواء فما يتعلق بإقامة منشآت اقتصادية أو منازل أو وما إلى ذلك. وهذه وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لو تم تفعيلها بالشكل الجيد لأصبحت الدول العربية أو جامعة الدول العربية من أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية، ولكن للأسف الشديد أن هذه الاتفاقية لم تفعل إلى الآن، وتفعيلها يحتاج إلى توافر إرادة عربية صادقة وجدية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عربية. بعد أن استعرضنا مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية، لابد أن نعرج على الأجهزة السياسية التي تتكون منها الجامعات الدول العربية. إذن هناك عدد من الأجهزة التي تقوم أو تسعى لتحقيق أهداف الجامعة العربية، وهي هذه الأجهزة هي مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة. يتكون مجلس الجامعة من ممثلي الدول الأعضاء، كما ذكرت قبل قليل أن لكل دولة مقعد واحد وممثل في جامعة الدول العربية، كذلك لكل دولة صوت واحد فقط.
والقرارات التي تتخذ داخل مجلس جامعة الدول العربية تكون ملزمة فقط للأعضاء التي وافقت عليها. يعني إذا دولة عربية لم توافق على أي قرار فهذا القرار غير ملزم لها، القرار فقط يكون ملزم للدول التي وافقت على هذا القرار. وعادة قرارات الجامعة الدول العربية تتخذ بإجماع الدول الأعضاء. كما ذكرت هناك كان لدينا أيضا اللجان الدائمة، وهذه اللجان هي اللجان السياسية، اقتصادية، اجتماعية، اللجان الصحية والإعلام وغيرها، والعسكرية والمواصلات وغيرها من المجالات، مجالات الحياة. بالإضافة لذلك في لدينا الأمانة العامة، والأمانة العامة تمثل الجهاز الرئيسي الدائم للجامعة، وهي التي تنفذ سياسات جامعة الدول العربية وتعد برامجها وتشرف على جميع أنشطتها. يترأس الأمانة العامة الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين وهيئة من الموظفين. تجدر إشارة هنا أن أول أمين عام لجامعة الدول العربية هو عبد الرحمن عزام، وحاليا الأمين العام لجامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيط. والأمين العام لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرسمي باسم الجامعة أمام المنظمات والهيئات الدولية. إلى جانب مؤسسات الجامعة هناك العديد من المنظمات التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية بصورة مستقلة أو بصورة شبه مستقلة، ويطلق على هذه المؤسسات أو المنظمات هي المنظمات العربية المتخصصة. وهذه المنظمات العربية المتخصصة نشأت بموجب اتفاقيات مستقلة بين الأقطار العربية، أي أنها لم تكن جزءا من ميثاق جامعة الدول العربية. أي فيما بعد وقعت الدول العربية اتفاقيات مستقلة لتنظيم أو لإنشاء وتأسيس منظمات عربية متخصصة تعمل هذه المنصات في المجالات غير السياسية بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية. نذكر على سبيل المثال منظمة العربية للنفط الأوابك، أسست عام 1960، والمنظمة العربية للتربية والثقافة أسست عام 1964، ومنظمة النقل العربي. هناك أيضا بعض المنظمات العربية المتخصصة، هي الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، اتحاد إذاعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربي، والمنظمة العربية للصحة، والمنظمة العربية للاتصالات الفضائية، وصندوق النقد الدولي. تقريبا هذه بعض المنظمات العربية المتخصصة. نجدر الإشارة في نهاية هذا الدرس أعزائنا الطلاب، تكثر التساؤلات أنه ما الفائدة من جامعة الدول العربية. نقول أنا صحيح أن جامعة الدول العربية مضى على تأسيسها أكثر من 75 عام، ولكن الجامعة العربية لم تلبي طموحات الشعوب العربية، وهذا يعود إلى أسباب عديدة، منها الضغوط الخارجية والخلافات العربية فيما بينها. نتمنى في المستقبل القريب أن يتم إعادة النظر في جامعة الدول العربية وتطويرها بما يتناسب مع التطورات الحالية، لتقوم بدورها الريادي ولتكون بالفعل هي الرائدة أو الراية التي تلتف حولها جامعة الدول العربية، ولتكون النواة الحقيقية لتحقيق الدول العربية. في نهاية هذا الدرس لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإن شاء الله نلقاكم في دروس سابقة. شكرا لكم.